لو كان نسيب حياتي نفديها بها. على بال هاي المكتبه اللي اليوم راك عندي في البرنامج عبد القادر. بيان سور. واش قلت لها؟ اه؟ واش قلت لها؟ شكون؟ يماك. ما حبيتش نهضر لها شكايا وشو ما كانش، باسكو خفت عليها. تفهمني حبيبي؟ راني ماشي عند واحد صاحبي معروض صوالح هكا، باسكو لو كان نقولها تقعد تقيس فيهم دموع. وانا الا هي قاست هذوك الدموع انا نبكيهم دم خويا. تعال بك بلي دوكا هي راهي تشوف البرنامج، واش تقول لها؟ قولها بلي ما نبغيك ونموت عليك، وانت هي حبيبه قلبي والكل في الكل يا ست الكل. ما راكش زعفان منها كي خبات عليك؟ ما راني زعفان منها، بالعكس، باسكو جامي نلقى ام واحن ام واخت في نفس الوقت واخ في نفس الوقت، اللي هي امو اللي رباتني وسهرت عليا الليالي. اذكر راسي عيسى السلام قال لك امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. اذكر امك مذكورة ثلاث خطرات في القران، الاب مذكور خطره في القران برك. الام عندها حنانه كبيره وخاصه بزاف. حنا واش نقولوا؟ جميع الامهات، ماشي غير ما انا، جميع الامهات ربي يخلي لهم صحتهم وربي يفرج عليهم ان شاء الله، واللي عنده حاجه في قلبه راه يجرب يوفقها له. بس كل انسان قلبه ما يكونش يتمنى غير روحه، بس كل فيها حاجه يكون اناني. والانسان من طبيعته المسلم، اخو المسلم ما يكونش اناني، ما يحقرش خوه المسلم. اسكو ربي قال لكم كلكم سواسية، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. هذه هي خلاصة بالقول خويا.